شاهد امين. ايه اللي شايفه المعرض هنا؟ ايه المنتجات اللي بتقدمها؟ انا بالنسبه لي بعرض ملابس يعني حريمي، كلها حاجات هاند ميد، يعني بدخل فيها تراث، يعني بتبقى حاجات تراثيه كلها، يعني بص التراث المصري. لا زي ايه مثلا؟ يعني مثلا زي دي مثلا جلابيه بدخل فيها قطعه ايتامين من سينا على 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 قماش عادي، فبيبقى ميكس بين الاثنين، فتبقى حاجه لطيفه. ده تراث معين؟ لا اي حاجه تخص، يعني حاجات خياميه، حاجات سيناوي، حاجات كده يعني. الميكس ده بيكون في كل القطعه ولا؟ تقريبا في كل القطعه، انا مدخله كله مع بعض. حاجه بدويه معينه ولا؟ لا بدخل كله مع بعض، فبيبقى بيدي منظر حلو يعني، حتى البنات الصغيرين بيحبوا يلبسوا الحاجات دي على اساس ان هي بيبقى فيها حاجه من التراث يعني. بيكون في اقبال حتى البنات دلوقتي بيحبوا يلبسوا الحاجات دي، بقت حاجه زي موضه يعني. طب الخامات متوفره؟ الخامات كلها مصري طبعا، متوفره مصرية. كلها مصريه. قطعه زي دي مثلا بتستغرق قد ايه في الصناعه معاك؟ يعني بتاخد وقت بقى في الشغل ده والشغل ده، كل ده بيبقى هاند ميد، فبتاخد وقت شويه يعني. يعني مثلا حاجه زي كده مثلا بقعد مثلا 3 ايام اقعد اشتغل فيها، ده غير طبعا تفصيلها ده حاجه. يعني 3 ايام اشتغل فيها شغل هاند ميد يعني. في حاجات كده، ده الملس الصعيدي برضو بدخل فيه شغل السيناوي مع الملاليم دي، اللي هي الحاجات دي بتبين ان هي تراث شويه. في حاجات كده شيلان مثلا بدخل بقى برضو كده، في خياميه، ده شغل الخياميه ده المصري اللي هو بيبقى حاجه بتدل على التراث المصري، حاجه حلوه برضو بدخلها في كل اللبس، بعمل منها بلوزات عبايات. بدخل بقى كده الشيلان القطيفه بتاعت الصعايده اهي، بروح ادخل فيها كده، فبيبقى ميكس مع بعضه يعني، بيبقى في حاجات كده مختلفه. كل برضه نفس الفتره من 3 مرات. طب الاسعار بتاعت المنتجات اليدويه غلت الفتره الاخيره، ارتفعت ولا؟ لا عادي يعني، مش الحاجات اللي هي اليدوي بتبقى غاليه شويه يعني. في بعض الصناعات الاخر كله علق بيقول حسب سعر الدولار ارتفع، هل الصناعات؟ لا مش قوي كده يعني، مش قوي. الصناعات اليدويه برضه اتاثرت بالدولار ولا؟ اكيد كل حاجه اتاثرت، كل حاجه، مفيش حاجه ما اتاثرتش. بس المواد الخام بتاعتنا مصريه؟ مصريه، كلها مصريه 100%، يعني حاجات اقطان وحاجات مصري، يعني مفيش حاجه مستورده من دي خالص. في حاجه ثانيه؟ هو في حاجات كتيرة على الستاند هنا وهنا يعني، في حاجات كتير. يعني ايه يعني؟ دي حاجات الاشاربات الفلاحي برضو بدخلها، بعمل فيها بلوزات، جلابيات، حاجات كده بتبقى لطيفه. ممكن لو حابه افرجك حاجه من الستاند. ماشي عادي. تمشي معايا؟ يعني مثلا دي الجلابيه اللي هي الحاجات الفلاحي، عاملاها فستان دريس كده حلو لذيذ، البنات بتحب تلبسه تخرج بيه بالليل كده يعني، بتبقى حاجه لطيفه يعني. هنا برضو الخياميه، بص شغل الخياميه، عاملاه جاكيتات للبنات، ده دريس برضو زي اللي انا لابساه كده، برضو بيبقى شكله لطيف. الشيلان اللي هي الشيلان دي عاملاها برضو زي عبايات بتتلبس كده لطيفه كده يعني. لسه مثلا اتكلمنا على الاسعار. يعني حابب تعرف ايه تقريبا مثلا؟ يعني حاجات بتتراوح مثلا في حدود ال 100 200 300 على حسب الشغل يعني، مش حاجات غاليه يعني، حاجات كويسه متناول الجميع. حاجه زي ممكن العرض دي مثلا حوالي مثلا 450 جنيه تعتبر حلو يعني. اي فيست بره بيتباع في المحلات العاديه بيبقى اغلى من كده، بس احنا عاملين اسعار بقى حلوه عشان نشجع الناس تشتري الحاجات المصريه. كل مطالب من الدوله في الفتره الاخيره الصناعات اليدويه عامه؟ يعني عايزين تشجيع. بالنسبه للمعرض هنا مفيش دعايه كافيه خالص يعني، الناس بتعرف بالصدفه ان في معرض ديارنا يعني، انا بقول لاصحابي بقول لمعارفي، لكن مفيش لا في التلفزيون ولا في الراديو ولا في اي حاجه، فدي برضو مش حلوه يعني، المفروض الناس تعرف عشان تيجي تتفرج على الاقل، مش لازم تشتري. بتشاركي في المعرض ده كل مره؟ بقالي مرتين بشترك. شايفه ان بيكون في الاقبال المناسب؟ في اقبال حلو.